طلبتك حسين عبد الغني نسيت اذكره شركات. نموذج اللاعب المحترف، لاعب يعني رغم انه انتقل من نادي كبير ومن منطقه لمنطقه لكن يستحق كل الاحترام، وهو من اخر جيل العمالقه هو احمد الدوخي ايضا رغم فارق الظروف. يا سلام على الكلام هذا ابو مشعل، بضيف اضافه على كلام احمد. الله يمسيه بالخير عبد الغني، ويشهد الله ويشهد الله انه ما هو عشانه بالنصر، يعني كلام انا ودي ان يكون قدوه للرجل. يفرض نفسه، يفرض نفسه غير كذا ابو مشعل. الرجل تخيل اصيب رباط، اثناء عمليه الرباط سوى رجيم بطريقه غريبه، يعني سوى يقولون لها غذائي، يعني تنظيم غذائي، تنظيم غذائي. يعني شوف تخيل عشان يعد نفسه مع العمليه سوى تنظيم غذائي، رجع الرجل بطريقه ما هي طبيعيه كجسما وكذا، في دلك على كيف الرجل منضبط، كيف احترافيته، فكرة كيف هو يعني على العلم. على فكره، على فكره يعني يضرب عكس كلامنا اللي قاعدين نقول على اللعيبه، رجل مقتدر ماديا ورجل يعني ما تتخيل، ورجل يعني يجي الكرة من حب رغم الإصابات ورغم اقتداره المادي والوضع المادي الجيد، إلا أن الرجل يحب كرة القدم. شوف عطاءاته كيف يعطي، فيا ليت كل اللعيبة يأخذون مثل هذا اللاعب يعني بتفكيره وعقليته. الله يمسيه بالخير كابتن حسين عبد الغني وكابتن أحمد الدوخي أيضا، الله يمسيه بالخير.